ايه بس قول لي انت جعان ولا مالك؟ انت خلاص بقك بقى فرجي قلبوب الشوارع انت ومزقلط. معرفش الكلاب عامله كده ليه معايا يا لهوي. ايه عايز ايه؟ عايز انت كمان ولا عايز انت ذكر ولا انت انت ولا انتوا ايه قصتكم؟ حراس الشوارع سبحان الله يعني بيولوا نفسهم على الاماكن اللي يقدروا يعيشوا فيها والناس تقبلهم، ينظفوا بعض زي ما انتم شايفين كده، ويحرسوا الطريق ويقعدوا يهوهوا على اللي رايح واللي جاي زي ما يكونوا شغالين بوابين وما بياخدوش مرتب ولا حاجه. احنا بقى كبني ادمين شايفك، انا عارف انك سامع، مفروض نعطف عليهم ندي لهم حتى حسنه البيت كده اللي تتبقى. اعملوا بأصلكم يا بني ادمين شويه، يعني هما بيحرسوكوا من غير ما تطلبوا منهم. انتوا طيب اكلوهم من غير ما يطلبوا منكم، يبقى كده ايه الميزان تتحط، يعني يبقى في ميزان. لكن لما تبقى كبني ادم مستنزف وبتستنزف كل حاجه حواليك، تستنزف حتى الهواء اللي بنتنفسه ده بتستنزفه كده من الطبيعه، وما بتزرعش شجره، الكلب يحرسك وما تديلوش اجر، القط يقتلك الفيران الزياده وتقتله، ده الطير اللي في السماء ده بيريحك من الحشرات والدود والحاجات دي. ربنا يسخر لنا الطبيعة كلها تحت أمرنا، وإحنا تعبين نفسنا ومش عايزين نعترف بكده وقاعدين نخرب فيها، وفي الآخر نقول أصل الحاجات دي مؤذية والحاجات دي ما ربنا خلقها ليه ما مؤذية. فوقوا بقى يعني، ده انتوا أوفر. الحاجات الغريبة دي بتخدمك من غير ما تطلبها، يعمل الصح معاهم ويخدمهم من غير ما يطلبوا. ربنا يهديكم جميعا.